الحاج جواد اسماعي، محمد حيد سلمان، محمود حسن النمري، علي حسن التمر، علي حسن النمر، أمل مصطفى بربر، عيد محمد، هاجر مصطفى سليمان، محمد خير نصر البني، محمد خير عثمان، محمد عبد الهادي العمر، محمد عيد محمد، محمد أشقر، محمود أسعد القاضي، مهند الأشقر، نضال يوسف فهد، أيار سلامي، أحمد قطار، فاني عبد السلام الكسر، عبد الله الميدان، وليد محب الدين سعد الدين، علاء محمود إبراهيم يوسف مشكور، حسان محمد أمر سليمان عوض، محمد مصطفى علي إبراهيم عميش، ندى أحمد أسنان، عدنان عبد الباقي القاسم، محمود عبد الفتاح الغيام، أحمد الفايز، أحمد أسنان، أحمد الفايز صلاح علي السعيد، علوان محمد حمشو، محمد مهند الفتيال، مصطفى عبد الحميد سيادي، ماني العوالات، وجدي رضوان فشل، دعاء يحيى الشاهد الساعة، أحلام حسن بني، خيري يا عبد الرحمن الثاني، وجاء بربر، يمنى عبد الصلاح الرحمن. هنا الجالية السورية يقرؤون أسماء الشهداء الذين قتلوا في سوريا خلال الأربع سنوات الماضية، والمجرم حافظ بشار الأسد، عفواً ابنه بشار الأسد وعائلة مخلوف، يضحكون على الشعب السوري بالانتخابات، انتخابات بدمنا، بدم الشعب السوري، بدم أطفال الحولة، بدم أطفال الغوطة، بدم أطفال ريف دمشق. يعيب عليكم، يعيب عليكم أيها الناس الذين ذهبتم وانتخبتم المجرم بشار الأسد. بشار يبيع سوريا لإيران، الآن حمص تباع لإيران وحلب تباع لإيران، إيران التي تخدم إسرائيل وتخدم أعداء الأمة العربية والمسلمين. فهمكم كافي. السلام عليكم ورحمة الله. مظاهر 24 ساعة أمام البرلمان البريطاني، 24 ساعة من الاعتصام أمام البرلمان البريطاني لتذكرة السواح وتذكرة البشر، أن بشار يقوم بالانتخابات وما زال يذبح الشعب السوري. 40 برميل متفجر الآن يسقط في سوريا على المليحة، فربطنا والغوطة الشرقية والغربية والجنوبية، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.